جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أصلي الفرض أحيانا في مكان العمل جماعة، ثم ألحق جماعة المسجد، فأنوي إن كان وقت الظهر أنوي أنها السنة الراتبة البعدية أو مما علي. نعم. أصلي الفرض أحيانا في مكان العمل جماعة، ثم ألحق جماعة المسجد، فأنوي إن كان الوقت الظهر أنوي أنها السنة الراتبة البعدية أو مما علي، فهل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ما فعلته غير مناسب، ما دمت ستذهب إلى المسجد فلتصلي مع الجماعة في المسجد، هذا هو الواجب، من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد، اذهب إلى المسجد وصلي معهم الفريضة، وصلي بعدها الراتبة، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قوله أو مما علي، ما هو تفسيرها لديكم يحفظكم الله شيخ صالح؟ كأنه يقصد أن عليه قضاء فوائد، فإذا نوى بذلك قضاء فائتة نعم من الفوائد التي عليه صح ذلك، ما شاء الله. لكن كما ذكرنا نعم، ما دام أن المسجد قريب منهم ويسمعون الأذان نعم، واجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين، نعم.